لمقر النادي الاهلي في الجزيره للتصويت على اللائحه الخاصه بالنادي. معايا في هذه اللحظات كابتن هناء حمزه، طبعا احد نجوم النادي الاهلي في كره الطايره. برحب بحضرتك في البدايه، واكيد ان هو يوم مهم جدا لكل اعضاء النادي الاهلي. اكيد طبعا يا كريم، احنا امير سوري. انا طبعا امبارح بس كنت مشغوله في بطوله العالم، ختام بطوله العالم للطايره، عشان كده زعلانه جدا ان ما جيتش امبارح، كنت بسابق الزمن. النهارده طبعا كل عضو في اعضاء النادي الاهلي المفترض يكون موجود. لائحتنا النادي الاهلي 110 سنه، بيحط لائحته بايده دايما. النادي الاهلي سباق دايما للرياده في كل حاجه. مش معنى كده ان احنا في خلاف، يعني سمعت ناس بيقول لك زلزلت كيان الدوله. في ايه يا جماعه؟ دوله ايه؟ احنا الحمد لله على وفاق تام مع الدوله. النادي الاهلي هو مفرخه الرياضيين في مصر. النادي الاهلي موجود، يعني رياضه موجوده، ما فيهاش اي مشكله ابدا. والناس اللي بيتكلموا دول والناس اللي بيعكوا الدنيا، سيبوها قانون. النادي الاهلي شايف، النادي الاهلي 64 مستشار شايفين ان القانون بيتوافق على اقامه الجمعيه العموميه على يومين. فانتوا كاعضاء للنادي الاهلي مالكوش دعوه بالقصه دي، تعالوا قولوا رايكم اه ولا لا في لائحتنا اللي احنا بنحطها بايدينا واعضاء الجمعيه العموميه بتحطها بايديها. فسيبوا الباقي بقى على القانون، وسيبوا الباقي على الناس اللي فاهمه في القانون. لكن اللي بيتحجج ويقول لك الكلام دوت طبعا غير مقبول اطلاقا. بقول لكل اعضاء الجمعيه العموميه، ده نادينا، ده اللي ادانا اسمنا، ده اللي اتربينا فيه، وده اللي اتولد ولادنا فيه واهالينا كلهم فيه. محدش يعني، بصرف النظر انا مش على خلاف على فكره، سواء مع اللجنه الاولمبيه او الجهه الاداريه، اعتقد ان هم يهمهم بالتاكيد مصلحه النادي الاهلي. ده اللي احنا بنسعى ليه، وده اللي احنا بنعمله، وده اللي احنا هنحطه بايدينا ان شاء الله. الاعداد النهارده رايك فيها ايه؟ انا شايف عدد يمكن كويس النهارده حضر الجماعه عموما. طبعا انا شايفه اعداد كبيرة جدا ولسه بتتوافد. طبعا انت عارف ان درجة الحرارة عالية جدا، ولكن انا جاية طبعا مش عارفة ادخل من كتر الزحام وكتر الكثافة. ده يعني ده حس بتاع اعضاء النادي الاهلي اللي هم قلبهم على مصلحة النادي الاهلي. انا مستاء جدا من الناس اللي بتقول لك تقسيم، مش عارفة تقسيم ايه، مش عارفة انا لحد دلوقتي تقسيم ايه يا جماعة. مقر تاني للنادي الاهلي، ده مقر النادي الاهلي مدينة نصر، مقر يعني مش فرع، مفيش حاجه اسمها تقسيم. حتى الان هو اللي فرع هو الشيخ زايد، لكن مقر النادي الاهلي في الجزيره ومقر النادي الاهلي في مدينه نصر مقرين رسميين للنادي الاهلي. بالظبط كده. فاقامه الجمعيه العموميه على يومين لاسباب كتير جدا، ويمكن المستشار رجائي عطيه قال، والراجل ده عنده حنكه كبيره جدا، اسباب كتير جدا، الاختناق المروري والمساحه النادي الاهلي. على فكره احنا مساحتنا يعني يمكن ما تجيش ربع مساحه نادي الزمالك، عشان لو حد قارن بالكلام دوت. وايه المانع انه الجمعيه العموميه اللي هي بتزيد عددها على 140,000 تبقى على يومين؟ بالرضا. اللي هو ثلاث انديه فقط اللي هم ثلاث اللي هم بيزيد اعضائهم على ال 140,000، الاهلي والصيد تقريبا ونادي الشمس. فايه المشكله لو احنا بالتراضي سواء مع اللجنه الاولمبيه او الجهه الاداريه كنا عملنا الكلام دوت من البدايه؟ لانه انا اعتقد انه يهم الجهه الاداريه جدا استقرار النادي الاهلي، استقرار النادي الاهلي في وضع لائحته بايد اولاده، مش تحدي ابدا مع الدوله. الناس اللي بينفخوا في النار ويسوقوا العلاقه بين الجهه الاداريه وبين النادي الاهلي، اعتقد ان دول اهواء شخصيه انا برفضها كبنت من ابناء النادي الاهلي.